إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله ألهدوك تابسيو بضر دب فلا كاشف مدفئ إذا له دبكاس أما سغنان إلا هو أصغى أما أهانه. وإن يمسسك الله هدوك تابسيو بخير خير فهو الله على كل شيء وحو البابا قدير وامدك أوده، وهو الله القاهر وامدك قصب أدومديس فوق عباده أدومديس كركو ذا حال وكس غيه أي قصبا، وهو الله الحكيم والله حكمة بضان الخبير والله بادن كأب. قل للنبي صوبنا أي شيء شيئا أكبر وين بدن شهادة من جهة الشهادة حق مقاتقة. قل للنبي صوبنا الله الله شهيد أصغى مقاتقة بيني عنيك إيا وبينكم إذن كدحدين، وأوحي إلي وحانا اللي يوحي ذي هذا القرآن قرآن كان لأنذركم به إن إنتقوا دراد ذا اللي يوحي ذي ومن ضطن أن أقدقوا بلاق قرآن كوغاري أعنكم إذنك لتشدون موحد كم مرقاتك أيضا أنما الله الله لشركي سآلهة إلهيال إني أهادين آلهة سو أخرى كالي. قل لنبي سبحانه لا أشهد أنكم كما قاتك إما. قل للنبي صبرا إنما وحك لما أهن هو معبودك حقه إله وإله إله سو واحد كليجيس، وإنني أنيقن بريء بريا كأهي مما كي تشركون إلهي آد وحلو ذا جنيدا الذين كو آتيناهم عن سنو إلهي الكتاب كتاب يعرفونه وقرانيان وحا النبي قل لي بدون حقه كما يعرفون الصدع وقرانيان أبناءهم ويلشي دالين الذين كوا خسروا قصاري أنفسهم نففيال كودة فهم أيقل لا يؤمنون حقاس أي قرانيان مر مينيان. ومن أحد كيبا أظلموا كقرد ربضا ممن قف افترى أبورتي على الله ألا دوشيس كذبا بين أو كذب أما بينيه بآيات إله آيات كيسة إنه شامي لا يفلح من لبانان الظالمون كوا قردرا إلهي وإنا سبحانه وتعالى وحيري. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله الله هدو كتابسيو بضر دب هدو الله كتابتو فلا كاشف مدفيدة له دب كاس وما سبنان إلا هو ساقا ماهاني الله إنو فيدا ماهانو كاقابي أحد كلي أو دب كاقابا مجرو. وإن يمسسك الله هدو كتابسيو بخير وناك جوابكي مركا وإن يمسسك الدنبي جوابكي دو محدوث القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن قبل كيس قبل كلاسك فسره سورة يونس الوشي جواب كاس فلا راد لفضله وي. وإن يمسسك الله هدوك تابسيو بخير وناك هدوك تابسيو فلا راد مدعليا لفضله له فضله سوما سبنان فهو ذا مركز جملة وتعليل معايا إليه فهو الله على كل شيء وحو البابا قدير متك او ذوي سأسترت هذا وناك وكل الضوء يقف كامه ورستاقي كرو بضر حاله رجي ذا بخير حاله رجي ذا وغير ابن جوزي تا
تفسير كيس التسهيل لعلوم التنزيل. والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات. غير الضر وشرده هي غير كده وعام ضمان وحكسته وحدبه وحكسته وحدبه دي جرته دي عبسته دي فقرته وحكسته وحدبه ضلال هديته يا هدي نارته وعام. والخير العافية وغيرها على العموم أيضا. خير خير كان هل كان واحد لرجل وعافماتك إيا خير كيد دمان وحكا استوقفك وحترا عافماتك نبت قليدة خسقك حلاشة واسعة دريدة ضيبة هنونك جندة ووحكا استوقفك وحترا ساسوي مركز وغيري. والآية برهان على الوحدانية. آية وحي دليل عط الطهاي إلهي كليجس إنه يهي متكن لبك يا نافك بقعنتك وهي لانفراد الله تعالى بالضر والخير حيا لي وإلهي إنه لك للنقضي لبك يا نافك لبك أسجا كيني كرا سجا نقادي كرا ناف يا وحترك أسجا كيني كرا سجا نقادي كرا وكليجس كيرجسوي سو ما تشيدي حافظ كثير بالفيري كلمات ده وكير آيات داس وهو يحافظ كمركو فسير آيات دا. يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع إلهي وإنا وخليه سبحانه أصغر نوشيغي كيرجس إنو أصغر نبك ليه نفتن أولي أحد كنبك حيا نفتا يواسك قفكو دوركو صلي ذا نبك قفكو دونانا نفتا يا وحترك. وأنه المتصرف في خلق وكلا نوشيغا إنو يهي ألا كلي اسمتك الدومادة معمولية بما يشاء وحق دونانا كمعمولة لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه حكم كأخرده قفو عذر كرده مدو كرده عافمات مدو فقر كرده مدن قرنبو كرده مدو قبلا كرده مدن دريو سيه مدو عبسي حبسي كتوري مدن أمانوسي مدو هنوسي مدن وابادي مدو شنو حكمي مدن النار أحد حكم كيساس كدبا إما كرمجو رعفان لك مقاط أحد وحكب دلي كرمجو سو ما تشدد محايل ألا يري وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وحيلا متور آيات سيد إلهي سورة الفاضل وكيري ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وح الله وحي إلهي ضدك أفرقون حريصة قف حي سكر أو كعشكر مجر وما يمسك فلا مرسل له من بعد وحي إلهي ضدك كعشكر كهيستو أحد الله كدب أصو ديري كرمجر أصو فصيحي كرم لقم يابو. وهو الحديث كصحيح أنا صاص وتصا إضاد كمؤمنين تلقى رب الصلاة كاستمر كي تكذان إلى كور ديان حلو التوحيد. حديث كبخاري مسلم نبي محمد يري صلى الله عليه وسلم وإن قف وإن اتراهض اللهم الله مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم يا الله لا مانع مديدي كرام مجرو لما أعطيت وحاط بحيدي وحاط بحيدي قف كامل قف مهور استاقي كرام ولا معضي لما منعت قف بحيد كرام مجرو وحاط بحيدي ولا ينفع ذا الجد منك الجد قف كان نصيبك إيا قني النماذا أصاحبك قني النماذي سيئت نفط يدقى له وهي استعديك كاكما مارمي كرام هل البرقسي كما مارمي كرام ألي هل البرسي كما مارمك ولذا سلس درادت فيري ما دام نبك يتنفت على لك لنقضي قعنتي سكوتشيران أحد كما ملوء أساقي إلهي وإنا وحو شاقي بريادة أساق الله بريانة حق بريادة قير كيس الله بريانة واللونت وحوب ضيعمي وقصارا ما هاني أن وحنع فيه لك السوقي في سورة الرعد إلى وحو سبحانه له دعوة الحق
بريضة حق أسر كل جيس أسرنات بريضة من نوع حق من نوع بعض مدة حق أسر كل جيس أسرنات والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلى وحي سبحانه وحياله الله كسر كي أضطك أي توجيان هكلا قاضي ضطك قبل ملاك أي عبد أضطك كونا أنبياء إلهي سيد النبي عيسى وحبذا القرآن كان قصوا قادم قارك الأولياء الله يصدقين تصدق نبي عيسى هو يديس أكلة مريم هو أكلة جيدو كونا نجحان كل جود إسكو صادق إلى وحده وح الله وحاس أي توجيان هل شيء كم تجواب كرا إلما إسي ما نذكر تاني بحيان روب إسي عفمات إسي دمبداف إسي هنود إسي ما نذكر هل شيء مركز إلهي مثل سمين وإلهي إلا كباصيد كفي إلا كباصيد كفيه إلى الماء ليبلو وفاء وما هو ببالغ أج وح أجيبي ده ما بحكرا وح الله توجيان إلا أن أجيبي ده بيوه أي أجيبي كران ما هني قف كاس عبادة أتاكتي قف هدوه ما هذا أل بيه كتيره أل كو أل ده وصدن متر سل كيسا بيه كم مغضان هو بقل متر سل كيسا بيه كم مغضان حرق موطو وحكا لموطو انت أل كأف كيسا يمدو سعبادة أتاك وأمي كاسور بيوه كالي أفكيه صور قلع ما هو إمانا ين أفكيسا مقليه تصور دقاقان بيوه ما أجيبه أجيبه داس متكدوان ما أجيبه يان إلهي روح الله بريه إلهي كسوكي وانو عاسوكي ساستراده وما دعاء الكافرين إلا في الضلاء إلا وحوليه توقب الهرطة اللي توقع إلا قير كيس وقال نمو بريضة أي بريه يانا ووحدة يعمي بريضة ماشي أي وحلوغه لها للماء آدم ميلا وحبلوغه لها أي للماء آدم ساس دراده الله قلت المام الضدك إلهي ضدك وبعض البضان قفتوه يعيد أن أجوابه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يا كبعض البضان مجر قف كبعض البضان قف أقل تنصري أحد مرن بأنسو جوابه شيخ عبد القادر أولياء الله شيخ علم ميو شيخ مرشان أولي مروح وين باح حمونا هيا مر عدو كعبسة مروح قاتشوي هل مر أسو جوابه من هل مرحب آخر مرة كلا تغنى وحيليهم بريا كمه بريا ذا دي وكوين كريا نبي عيسيان كسو أغاني يهو يديس ملائكة سورة السبع أتكو أركيسا بريا كان نقوني بريا كان نقوني لكن إلهي انقدر كيس قرآن كسيدة سورة واضحة إن إلهي كريس لبريا كريس أود أسولي يا مامولك بنو آدم كي قارن آياتها سعطت رعين ee waxay raadinayeen aayada mutashabih sida suuratu al-imran awalkeeda ku soo qaadanayna ilahi qawlkiisa subhanahu walladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat fama alladhina fi qulubihim zayqun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa tawil ilahi wayna wuxuu sheegay kitabkan uu ku soo dejiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam laba u qaybsama آيات محكمات محال رجب محكمات محكمات معنه دو عدي حل معنى توسعي وحكا لنا ما أقبل كرام إيا آيات متشابهة محال رجب متشابه لفظي عربي كهي قرآن كو كسو دقي معنها مقصود كهي إلهي آيات كلي واتوسع لكن معاني كلون مقصود كاللي أحاين واتوسع لفظي عربي إلهي وإن أضمدنا الله إنه يروشين ضد محكم كي راعيا وضد كهنون كالله تلقلك ضد وحي خيات سنيا وكلية بأي كأب حضابة متشابهة لفظك دور معنى أقبلك كاسر راعيا إلى وحي وضدك قلوب توضى اللي حشد حق اللي حشد كجرت صبرت يدورنا يا محيط وحي يدورنا يا إلهي يري ابتغاء الفتن ضد كأيق الرأسنا وحي كأيق يندد حجه يستعينيهين si ay san uga tagin dadkay ku fidmaynayaan oo ay u tusayaan in maqsuud kaan aayaduhu ba tusayaan iyo macnaha waxay doonayaan in ay aayada ka leexiyaan maqsuudkii rabbi ibtigaa alfidma wa ibtigaa atawili saasul saasterade nabiga ku waa nooc aas ka dib idha raaytum alladheena yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladheena samma allah wa hadith ka bukhari min hadith aisha مركز أركتان تتك متشابه الرائع
وضدك ربي مقعابي فحذرون كدكتونات اسكائل عليها كوف النورينين تصالا هل آيضا متشابه أن تصالين قوس وقاضنا متشابه والله انت صم عن أقبلك رون هل معنى كلية تسينوا قارا وحي رادين أو رياض الله والله توقع وحن توقعين ووحن وفهمين شعب القادر واد اسكالي هذا يسو قرقار نا الله أتبرية شعب القادر أتبرية نبي أتبرية مؤمنين تتبرية وحن أول اسكوا أتبرية موادنا عرقية الآيات دان قرآن السورة ما إدا كتشرت صمالد أوفو أيرانا سورة ما إدانا ليرا ما بيحيد سورة موادنا عرقية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فيري وحي رادين آيات دان موادنا عرق إلهي وين أوسكو أطفاي الله يا رسولك المؤمنين هي هذا معطوفات وفي محل الرفع واسكو أطفاي موادنا نجيدي آيات دان تكتن بيدانا وفي محل النصب واسكو أطفاي آيات كلاشر وفي محل جرن بابك نحوذ موسى كوب بحين واروحي هذا واه تاسا آيات آسان هينا سو ما جيدي لكن نصيب در آيات دو حيك هدلي آيات دو ما حيك هدلي هل إمام أئمة المسلمين تكملت قول كذا لو اعتماد التفسير هل مثل مصر هري كلية ربي تانك يسوكو فصيرا هل كلية كتب عرين تاسو ولي مركلة ولاية أسل كذا قول معنى تسطى ولاية معنى هذا المحبة النصرة القرب كل واتسطى هل لك إذا آيات آيات القرآن كوحى لفهم سابق إلى لاحق آيات كوري حيك سهاد لين كوا كذب يس حيك هاد لين تاسال في ريا وحى كوري اللي جس سهاد لين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض مؤمنين يهود يا نصارى أولي هكذا جنين ضد أديس كعشين سكوجر جارتان هكذا جنين قبل كود أيجو قبل كله ولوية تاسال جس سهاد لين مركز إلهي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إذن كوليقين والله رسولك صلى الله عليه وسلم مؤمنين ولاية داس مركب حيث هل إمام أئمة التفسير كان واحد كسر نقلينا سئات واجو إنه كبريو أبو حيان في بحر المحيط وحي وفسر الولي هنا بالناصري أو المتولي الأمر أو المحب ثلاثة أقوال وعيري وليغا هل كان وحا لغو فصيري قرقاري وحا كلا لغو فصيري معمولها أرنك معمولة وحا كلا لغو فصيري متكو جعل صدح فيري مطا مركز وحيري والمعنى معنوه وحيري لا ولي لكم إلا الله قرقاري إني مسقنان الله ماهن كليجي سي قرقاري مركز وحيري وقال وليكم إلهي وإن آيات وحو يروي إنما وليكم مفردو كالغي بالإفراد ولم يقل أولياؤكم ما دام الله يا نبي يا مؤمنين لغاهات الله إلهي شمع إسكاك مدهين ومدهين إنما أولياؤكم قرقار يالكين الله مدهين إي الله كليل لغادهك سي لا تسوئين عن شركة الله للاحين الله كليل لغادهك يوي وإن كان المخبر به متعددا خبرك حبب بطنادوي إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون أيضا خبرك بدأي هاي أحدرين متده مفرد لك يا محال الله قد لك لأن وليا اسم جنسي كوب أو لأن الولاية قرقاردة يا ولاية حقيقة هي لله تعالى ولاية الله هي حقيقة هم وصونات أسأل كده على سبيل التعصب أصل نمو الله كليه أولي ولايه كلي جيسا اسكالي ثم نظام في سلكه من ذكر على سبيل الطلع مركز إلهي كنت حي ودديس انت الله شيخ أو نبي يا مؤمنين تيه ودد خائب وحيري ولو جاء جمع هدو لفظك كؤما لها جمع إنما أولياؤكم هدو لبه لها لم يتبين هذا المعنى معناها ما عدادين او اه اصل ولاية الله كليها اسكالي نبي يا مؤمنين تنوى طبع او وحي الا كسي اي كلي ساس او ما عدادين
oo asaalo iyo tan looma kala fahmin hadaba marka see loo kala leey marka la yiraahdo naasir gargaare alle waa naasir mutlaq wax walba kaaga gargaari kara waqti walba na ku gargaari kara waxay ku qeydintay male laakiin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo mu'miniintu maxay kuugu gargaari karaan waa inta ilaahay makariyay oo waqtiga nabigu noolaa mu'miniintii la joogay wixii ilaahay asbaabuhu sii waa kuugu gargaari karay xaqa ilaahay inaad tira kale ii soo gargaara masalan gaalad la dagaalamayday la aayadku saasay ka hadlayeen markaasaat rasuulka allow ii soo gurmada iyo saxaabadiyo qofkii waqtigaa saas yiraahda waa u soo gurmanay soomaa intaasay awoodeen waana bannaanta waana middii ilaahay ku sheegay nabi muuse nabi muuse u yimid nin reer banu israiil oo nin reer fircoon oo dhibay ninkii reer banu israiil nabi muuse gargaar ka dalbaday fastaqaasahu alladii min shiicatii cala alladii min caduw fawakasahu muuse faqadaa calayh nabi muuse u ii soo gargaar u yimi nabi muusena ninkii feer ku dhibtay waa dilay marka gargaarka banu aadanka ilaahay karsiiyey ee ilaahay siiyey waa la dhihi kara kale ii soo gargaar qofka oo adoo meel jooga wax cadow ku haysto tuuga ku haysato aad aragtay mu'miniin hub haysato war muslimo ii soo gargaar aad leedahay waa kuu soo gargaar ilaa intaas uu awoodaa soo ma jeedin nabiga mu'miniinta taas ahayd midda loo sugo ila waa noolaa nabigu sallallahu calayhi wasallam marka la yiraahdo macnaha labaad oo ah maamulka maamulka koonka alle keligiisa iskale cid la maamusha ma jirto qaar alle soo ilaahay ma sii karo qofku doono maamulka waa sii kara laakiin ma bixiyo isagaa sheegoo yidhi ma bixiyo maamulka koonka walaa yushriku fii xukmihi axad buu ilaahay leeyay ilaahay waa inaa xukunkiisa kowniga iyo xukunka sharciga midna qof ma siiyo qof uu shirko kala dhigaa ma jiro maxaa ilaa hadduu siiyo addoommada muxuu ilaahay la kali noqonaa aa wuxuu la kali ahaa ma bixiyo soo ma jeedin laakiin addoommada wixii loo dhiibay maamulaa nabigu markuu joogay imaam isaga ummadda uhaa maamulay qofkii madaxoo adduunka jooga maamulkaas loo dhiibuu haya waa qadar alla u dhiibay daqiiqadu doonuuna ka qaada qul illaahumma maalika almulki tuuti lmulka man tashaa wa tanzic lmulka miman tashaa intuu qofka alla u dhiibu ka haya maamulka laakiin alla koonka dhan maamulkiisu haya soo ma markuu doonuuna addoonka ka qaada maxaa soo haray jacaylka ilaahay weynaa lidaatiya loo jeclaadaa khaaliqaagay ku abuurtay wey asagaa iskale in la jeclaado nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo mu'miniinta waa la jeclaada waxaa loo jeclaadaa lillaah alla dartiis nabigu waxaan u jecelnahay inuu rasuulka alla yihi ilaahay nagu waajibiyay inaan jeclaanno mu'miniinta waxaan u jecelnahay inay ilaahay rumaysan yihiin oo ilaahayna amray inaan jeclaanno arrin saas u kala duwan wey dalaalka iyo fasaadku muxuu dadka uga yimaadaa arrintoo la duuduubo oo la kala qaaday haa waa wada weli lama kala qaadayo calaamatu ibnulqayim muxuu yidhi nuuniyada calayka bitafsiili watabyiini fal itlaaqu walijmaalu duuna bayaanin qad afsada hada alwujuuda wakhabada aladhaana waalaraa'a kula zamaani weligaa waxaad laasimtawid inaad wax kala saarto oo sida arrimuhu kala yihiin aad u kala saarto oo masalada caddaydo maxaa yeelay itlaaqaadka iyo duuduubka waxa weeye adduunka fasaadka ka jira wax iyaga fasaadiyey ra'yiyaalka dadka oo hadba si wax loo fahmaa waxa weeye ra'yiyaalka iyo aragtiyaalka wax fasaadiya waa iyaga weligood wax qasa waa iyaga maskaxda weligaa kala saar ha isku duuduubin ilaahay weynaana wuxuu leeyay walaa talbisu lxaqa bilbaatil ha war xaqa iyo baatilka isku qasinin masaa'ilka siday yihiin u kala saara inaad marka lafdi mutashaabiha inta ku dhegto aad uga dhigto ummaddii in ilaahay wax lala maamulo waa dhibaato ilaahay uga cabso ha oo tiraahdo marfuucaad wey waa la isku carfay madar u jeedi inaad marfuucaad iyo mansuubaad iyo majruuraad fahmayda waa fiicanta laakiin keligeed kuguma filno aad u baahantay inaad fahanto mutlaq iyo muqayad khaas iyo caam waa inaad fahanto mujmal iyo mubayan waa inaad intaasu kuguma filna ee tafsiirka qur-aanka waa inaad ula laabato a'imada la ictimaado nabi maxamed oo inaad ula laabato sala allahu calayh wasalam saxaabadiisii taabiciyaalkii a'imatulhudda a'imadii qowlkooda loo cuskado qur-aanka tafsiirkeedu inaad ula laabato ilaahay waa inaad barido inuu tawfiiqda ku siiyo zamakshari waa ninkee ninka ka yaqaana luqada naxweya ka yaqaan sarfiya ka yaqaan balaaqaya ka yaqaan imaam muctasali ahlu dalaala wey dalaalka imaamu ku nool marka inaad marfuucaad iyo mansuubaad kala fahantaa maa yakfi kuguma filna rabbi tala saaro ilaahay bari ka laabo dalaalka ummaddana ha baadiyeen subxaana allah war qofku ilaahay inuu ka cabsadaa la rabaa
اللهم استعان. قال تعالى إلى وحيره وهو الله القاهر وامدك قصبة لعباد الدومديس الدومديس وامدك قصبة فوق عباد الدومديس كرك وضحالة وكسوغين الدومديس إليه وكسرية سرين أصغى اللائق سرين أصغى اللائق وأدومديس إليه ككرية وهو الله الحكيم والله حكمة ضبرا والله حكمة ضبرا وش لما نوحو سمينا وحكم شيء والله ما يشعو مناسب كهو لقاء الخبير والله بادنك ووح والبا هوستو دي سيرتو دي أبي شيء والله مركاسو لقاء ما يشعو مناسب كهو الدومة دي سوء قصبه كسر رياه الدومة دي سيء أخو الدعان اسكو الدولية قول لنبقى صوبانا أي شيء شيئا أكبر وين بدن شهادة حق مرقاتب شيء مرك اللي يرهدو واللفظ أدو عام خالق يا مخلوق بواكو دعا شيء مرك اللي رعلا ويسوق قلع اسكد در أشياء مرقاتية وين قول لنبقى صوبانا أي شيء شيئا أكبر وين بدن شهادة حق مرقاتب قول لنبقى صوبانا الله الله وين الله الله وكوكو بنا مبتدى كردقو شهيدنا خبر كدغو الله الله شهيد اسغا مرقاتي بيني وبينكم اني يا ايدينك دخدين الله نو مرقاتي ساس كو دهلي ايدينك غالبا ايغا سوور جيره اي اني النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله مرقاتي نو اهو ايدينك اني غنا وخه مرقاتي ايغا يهي وخا ان لا ايمد اني حقيه ايدينك وخه مرقاتي كيهي وخا ديغ لا حدلهد اني باطل ساس كو دهلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان لا يمد الله مرقاتك وحا ادي ولا هاد ليدان الهي با مرقاتك وا احراب احراب تاس و وناغسنت ما هي لو خبل لما سو قدرين والاصل عدم الاضمار اصل كنا وين وحل سو قدرين احراب لبعض قل للنبي صبنا الله هو المبتدا خبر سو قدر يا تمييز الله الله اكبر اسغا وين بابا من كل شيء شهاده حق مرقاتك شيء والله الله كون مقاتي إعراب تاسونا حقا مطابقة السؤال شيء وافق صنطها يدا وناك برا هل السؤال شيء مطابقين أصل كنا وين السؤال شيء كورت اسم مطابق يا مركب نتبدين أي كوسي وناك برا سو مجد هذا ما هو بنين مطابقة السؤال شيء مطابقين إلا كورت على رأي السؤال شيء مطابقين ومطابقين فيه ووافق معنا مطابقة ووافق ده قل للنبي صوبنا الله الله أكبر أسجى وين بدن من كل شيء شهادة من جهة شهادة حق مرقاتك وشيء والبقوي صومالي دو وضعها أصل مسلمين أصل 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 ولي قد مرقات ولي قد مسلمين أي هاي وإسكت بالي ما إن شاء الله ما هنضر سيد تكفير كليه ما شرك كان هذا كيدان يا حبال عابد كان يا قبور الطوب يا أولياء الله أذكته oo wax talyaani iyo ingiriis keenay gumaysiga ya laga dhaxlay rag uu keenana faafiyay rag uu keenay gumaysiga oo talyaani iyo ingiriis keenayna nashriyo dadka ku dhex faafiyay umadana umad muslima wey asalkood maxaa kamid ah hadalkooda marak rabbi ka weyn ma jirto muqoona geel ka weyn ma jirto hada gaari ma jirin guriyo dhaadheer ma jirin dadka xoolaha haystaan geel uu weynaa soo ma jeedi marak rabbi ka weyn iyo marqaat wax yiraahdeen iyo muqoona geel ka weyn midna jir muqoonad waxay tahay xoolaha inta dhex aad inaad neef ka soo qabato aad qof siinayd xoolaha inta dhex aad neef inaad ka soo qabato aad qof siinayd ila muqoona neefki wala soo muqooni macna wala soo qabtay hadii qof wax bixina hadii xoolaha la haya geela uu weyna soomaa muqoona ka weyn ma jir mar qofki geelku siyaade waa gacanti ugu dambeeyd ku teeg marag wax laga dhigto rabbi ka weyn ma jira ka waram aayad quraan ma takfir waxay ku leeyeen hadda wixii aan anagu u laqinno mooyee islaamnimo waligood ma urinaylay mushrikiin wathaniyiin ayay ku leeyeen marka wathaniyiin ma ahane gaalnimo waxa u dhaw qofka yira umadaanu dhamaan waa gaalo aniga ma ahane kooxdeedii gaalnimo kaasa ugu dhaw ila nabi maxamed ay yiri sallallahu alayhi wasallam man qala li aqihi ya kafir faqad baa biha ahaduhuma qofka qof muslimo walaalkiisa yira gaal gaalnimadu hawada aadi mayday labada mid qaadana duusan gaal ahayn adaa gaal yiri marka gaalmiintad ka qararayd ha gaaloobin meesha ku gaaloobin
قل لنبيك سبحانا الله الله أكبر أسجى وين بطن شهادة حق مرقاتك شهيد مرك قبر إنه قيم تدل له سوق دره مركز هو الله شهيد أسجى مرقاتك بيني وبينكم أنا جا يدين كده حدنا أسجى مرقاتك أنا جو واحد الله يمدنا يحقيه يدين كواحد يقول هذا لا يدان إني بادليه الله مرقاتك وأوحي إلي وحي لي وحيودي هذا القرآن القرآن كان تركيب كان سيء معنهان اسمه حرين إنو ألا أمرك فرين نبيك صلى الله عليه وسلم إنو حق سجيه هاي مرقاتك ونبيك أمر قاتل فرين معاك من القرآن كو كي سودك معجزات كأوسي ضيحة وكالد اللعية سودك كل معجزات كأوسينا يمعيد تسيان إنو نبيك إلهي مرقاتك ويهي حق سجيه أو غرغاري أسقوا كل يسوس واستعج مركز أمضى ومرت مركز دمر رعم. سيد أنت إلهي هو طلقة لين قال ما كل إنسان ما هني. ما هيكو تصيدا إلهي أوجر جاري. هذو إلهي كبر أبونا يوم الله صادني أوجر جاري له. ما جر جاري. وما جر جاري. معجزات مصيلها مصية. مركز معجزات كوسينا يوم نصرة أوجر جاري ومرقاتي. إلهي بقى مرقاتي. إلهي وحير سبحانه. وأوحية وحاطر النبي سبحانه وأوحية إلي وحي لئي وحيودي هذا القرآن القرآن كان لأنذركم به إن إنديكو درادد به القرآن كإنو كوديكو ومن تطنع أن كوديكو بلق القرآن كوغاري قف كستاء القرآن كوغاري ديكت النبي سوغارتي صلى الله عليه وسلم آيات كوحي كمتها آيات دانو إلهي كل أدييي نبي رسالة يسكن عام جني انس مالنت نبي الله سو ديري صلى الله عليه وسلم لقد بالله الى قيامه كدعه دلك كركيس جني انس كو سوغنا محمد انه كوميه واجب كو قف كستا او قران كاي سو غيرو نبي وا غاري ديغديس الى وحي سبحانه وحد كو ترى نبي سبحانه انكم اذنك قالوا لتشهدون ما وحد كم مرقاتي كعيدان ان مع الله الا لجركيس الهه الهيال اني اهادين الهه باس اخرى كلي إذن كما واحد كم مرقاتين تهين الله إني لا تشيران كوكلوا عبادة حق قرى له أيها مركا حشوط الله حشوط الله ويالوي هذا مركا إرادان ها ما أهن إنا تقول رعب ها ما كن رعيد إلهي وإن فيري نبي ساسيدة وهاقي إلهي وغيري سبحانه قل له النبي صوبانه لا شد أنه كم مرقاتك إما ها إذن كذلك حتى كم مرقاتك عدان إن كن رعيما ها سورة إن سورة إسراء سورة آخر كير فإن شهدوا فلا تشهد معهم نقول معنا حتى يكمر قاتيك عن أيوه أدوها كن راعي ولي قاعد مقتل وعلي قاعد بديه الله مرع الشيخ حق يا بعض الله فيريا لكن هذا فيري انت ضدك كلاب بطن عمان هاي سيرا ضمين تانا لقلاف فكرة ها قعنت اللي تايس كنت تاقيت ها ويكون جيرا فاقضاقم نمو إلهي وين أقول لي حتى أيوه يرهدان أيوه تردي كبطي ما بقولوا كليجيس ها إلهي إن إلهك اللي تشيله للا عابده كوير يا كوير يا وأصبه إسكيلي لكن أكتس وحكا صوتا ميو دانها كا صوتا ميو أديك يال وشفع إلهي تشيران آن رماي صنه دير هذا ما أترانو إلي الله قرم ما هن إنو ليه ما داما دادك بدن كودو راعين أنا وراع ما ما يا تاي كم مرقاتيك عنا كم مرقاتيك عنا دو ولقا وعلقا بدن يوالقا يريه متنا داد لو مرع وحا لو راع حق ويشي وحنا لو ديدا باطل وي الى وحي سبحانه قل للنبي سبحانه انما وحكل معها هو معبود كحق اله اله وي اله سو واحد كليس وانني انيغنا بريء بريء انك اهي مما كي تشركون اد اله لو وداجينيدان ضمان وحا اد اله او تريدان عبادته بريء انك الذين ضدك اتيناهم ان سنوا الهي الكتاب كتاب كتاب كسوى التوراة وإنجيل أشياء جنسية كتاب قدام توراة إنجيل ضد كأنسيني كتابك يعرفونه وقرن يدين تنبغلين يعرفونه ضمير كالكالوعين حافظ إليه هذا الذي جئتهم به حق أن لا إمت هل كسوء إليه ابن شرير نكمات دير وغيري إنما هو إله واحد لا جماعة.
إنما هو إله واحد لا جماعة أرنكوا وإن معبودكوا حقه مدية ما هن جماعة آلهة وأن محمدا نبي مبعوث نبي محمدنا وإنه يهي نبي الصوت ديري تاس وقرانا يا أهل الكتاب إن معبودك حقه الله كل جيسي نبي محمد نقول يهي مبعوث للصوت ديري نبي الصوت ديري وقرانا يا ساسو قدي مركا واحد ترى هذا الذين قد آتيناهم عن سيناء الكتاب كتابك يعرفونه وقرانا يا وحا أن لا إمت حق أن لا إمت وقرانا يا كما يعرفون سيدي وقرانا يا أبناه إلى الشهود سببت سيدي وقرتين كتبتي هرو أمان الله أنبياء دي هركو سويته جيي أعدين هاي أنبياء دي هرو لن أعقوب بشاري جيري أمان وحي شيغي جيري النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجي إيسي شيغي جيري وحي شيغي جيري إن إلهي صوت ديري طونه وحي شيغي جيري صفاتا إيا تلمامها لغو قرانا وحي شيغي جيري مقالة إلهي كصوت ديرا إنه مكتا وحي شيغي جيري ميش أوهي جيرونا إنه مدينة مركز سيدة قرح ده مالين تعتاج لو قرانا ساسي او قرانا يعني ما كتبت يقانا وتوراد يا انجيل كورقبي هو اسك عامه هو ها اسك جيران معنى لهين لكن كو كتبت يقانا سيدا مالين كي يفهمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى وحي سبحانه الذين كو خسروا خسارة انفسهم في الكل ضدك ضدنا اخيرا مركه لا تغلفوا هو وبد بادايه فائده وهليه نفتي سنت عذاب كبد بادو لا به ما لا فاق يا كوبد داد اسكت ا لوو درا جنو يا حور العين يا برواطه يا رحان ضمان بطنا لفودا نار عنب اخره كبا جيرتو لفها كلي الهيره ادونك شركته ما كاي حساب تمام شركات لفينا و بد بادن فائدنا وحش شركتنا لفيه كلي هش شركتنا لفيه كخساره اخره وحان كجيرين مرنبا لفها لا بحثو وهو ما اذن كاين لكن هذا النار ما يمجر اما قفك انه لفيس نار غبت واسغ نفتي سنار انت واما فائده انه يلا مرك الهي وين وحي سبحانه الذين قوا خسروا قصاري انفسهم في الكوده فهم ايق لا يؤمنون رحمن ما حق حتى حطي قرطان سيده قرخده او كل لو عديو ما راعيا قف نار اي سويد ما يلي هاي لسيسة قف وح أركيت ربا وحلا توسي كرا قف موقف قارة إسكالي عن قلبك سبق قوان كقاري إنو هنون كراعو عن مركه ربا إلهي أتطرر عين ورئين الله إهنوني الله والله إسكلا في الدريقة حقا إغرد وإن إلهي أتطرر عين هنون أركي ما إلى وحير سبحانه ومن حد كيبا أظلمو كقرد ربضا من منقف إفترى أبورتي على الله إلا كوركي سكذيبا بيان قف إلهي كبين أبورتي والله واقف يري ايضا الله صادر الرسول سيده مسلمه الكذاب مركا ما دئ كرتو اني اسكو اكادان قف الهي كو بين ابورنا قف الهي كو بين ابورنا وا ددك كانو ظلمي بران وا ددك كانو بين بران رسولك حقنا وا ددك كانو عداله بدن اوغ رهم بدن ما دئ كرتا اني اسكو اكادان ددك ادونك قفك اوغ رهم بدن يا قفك اوغ بين بدن ددك عادي هي سمسكه اكن ددك دا قفك ضدك أورهم طبعا إيه قفك ضدك أقوم بأنت طبعا مسكوا خلد ذكرى رسول الله صادر وضدك كان أورهم بعض قف أو أيضا الله صادر الله صادر ده الله صادر هنا سيد مسلمة الكذاب وضدك كان أقوم بأنت طبعا أقوم الظالم ما كلام الله اسمه بدي أكرت مسكوا خلد ما حتى ضدك القلاب هذا كم يكاكرا قفك كله أظلم الناس ضدك هو أقوم ظلم قبلا كم يضيع يوي وقف يري الله شريك إسكالي شريك ولي شريك سوا هذا سيدا أي مشركين تولي جنان عربات مد يرى أيريه الله أكتي سكسو أديك إلا مشركين تعبير الحديث صحيح المسلم كا وحيدي جنان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلهي هو أذانكو أجيبنا والله وين إلي أذانكو أجيبنا شركا مريد هل كاسم كان مرأينا نقول لك وروك هذه وهل كاس قصيمة ماشى سوا ملفعة قاسي كدي لك مايا مديرا تشري سوق إلا شريكا هو لك إلا هي مديرا عبادة وكل ضحنا كاس لف تركي سنة أضاله ها وما ملك أصب وحب ملك سأسترت هذا آلي هذا أي عابد ين الله وحب ضريان وحديك نوع الضماء الله أيه وحب ملك
ولذا ساس تريد الحالات مركي كولاتو سيدا برضا مركي كو صفران ويس كده يجرين كو صحمة تراني بيجين مركان حالات وكلوش الله وإن لدني مركي بلوك يمادان إلينا هبلو عزة لاطة يا مولانا فانصرنا مركي بلوك التقان مركا قف إله يري إذا كهوت شقيدا وكون كمامل كيس الله أيضا وهو قف يري عبادة الله لليه وهو وعضتك إلهي كان قد ظلمك بضان ومان أحد كيبا أظلمك الظلم بضان ممن قف افترى أبورت على الله إلا كوركيس كذبا بين وفد عن رسالة رسالة شيكتي الرسول نمو أيضا الله صدري أما سي فدعى أن لله شريك أما وحو شيكا إن إلهي شريك أولي قف كالظلم بضان مجر أو أما سي كذب قف بيني بآيات إلهي آيات كيس وحان صدوك لقف كالظلم بضان مجرين رسول الله صدري آيات اللي سودي بقف بيني أصلا مجر قف كالظلم بضان قف كالظلم بضان قف كالظلم ويكاسو إنه شاني لا يفلح من ليبانا الظالمون كوا قردرا كان إلهي كوبانا بورتي من ليبانا كان آيات كالذي دي مشرقة من ليبانا قال تعالى له حبيري ويوم نحشرهم واذكر أشيك نبيك صوبانا أمد هذا يوم مال أشيك نحشرهم أنصاشرين ونسكو كينا إنه العابدين لغير الله والمعبدين والمفترين المكذبين بآيات الله معنى أنت نسكو صوت شمعين كو إلهي غير كيس عابد شري كو إلا عابد شري كو آيات كألب بينية إلهي كو بين أبورتي ثم مركان اسكو سوشيرنا كغدان نقول ان لنهي للذين كوي اشركوا الهي شريك يلي اين ثم نقول جميعا ضمان حال ايهن ان سوشيرنا انه ويوم مالن نبي يودك وشيك نحشرهم ان سوشيرنا انه جميعا ضمان حال ايهن ثم مركز كدب نقول ان دهينه للذين كوي اشركوا الهي شريك يلي أين هالكي كسرنادين شركاؤكم شركديني الذين شركدي هالكي كسرجيه كنتم هذا هاتيرتين تزعمون إن تكو عند قوتان إن أي إله شرك ليه ثم لم تكن ما أيسان أهانوا إلهيري فتنتم هذا الكودي إلا أن قالوا إن إمرهدين ما هني والله الله كدارني الله صور ربنا خالقنا ما كنا ما أنا نهاي مشركين كوا إلهي وحلو ذاتي إلى وحير أنظر بالقف والبفير كيف صيد كذبوا بين أيقاش شجعين على أنفسهم في الكودي وضد المشركين طع مركز النفط بين كشجعي وإلى المشركين ما أنا نهاي وضل وحكل ما إلهيري أنا محجود ما وحي كانوا أي هاي يفترون كوا بين أبورطة ومنهم مشركين تعيو كميت أهذي من قبل يستمع إليك كل جيسنا نبيك صوبنا أو جعلنا أن يلني على قلوبهم قلبي الكود كركود أكنة تنضب الله أن يفقهوه لألا يفقهوه سيسا القرآن كأفهمين وفي آذانهم لقهودنا وقرا ليس أن يلني ليس أن يلني وإن يروا هذي أركان كل آية آية لما أنت لا يؤمنوا بها آيات الرمين ميا حتى إذا جاءوك مرك أيكو يمادان يجادلونك حال أي كلد وذيان أي كوي مادان يقول وحيليهن الذين كوا كفروا قالوا بي إن هذا ما أهم وحق القرآن كمحمد كل شيء إلا أصادير الأولين أم ذي هراء وحيالها القرآن أم أهان إلى وحر سبحانه وهم مشركين تو ينهون أي ينهون الناس ضد كي كربيان عنه عن اتباع القرآن قرآن كإلا هما عنه عن الإيمان بالقرآن قرآن كأولا رميه وينأون أيقنا ويكفقان ينعن قرآن وإن يهلكون هلاك ميان إلهيري إلا أنفسهم نفيالك وضعون معهن وما يشعرون من الدريمية إلهي وإنا سبحانه وتعالى صغلنا ورمى مشركين يا مستقبل كوضع آقرة وحق سوية إلى وحر ويوما نحشره واذكر نبيك الصومان ومضى هذا الشيك هالوحي برقاته يوم مال نحشرهم أنصات شمعين العابدين لغير الله كو إلهي غير كيس عابد شري والمعبودين كو إلا عابد شري والمفترين كو إلهي كو بين أبوري شري
المكذبين بآيات الله إلهي آيات كي سبيري جري دمان مالك رسكو كينينو جميعا دمان حالا أيهنو متكمق ماي حتى ولا كينا ملائكت ولا كينا أنبياء اللعابدي ولا كينا أولياء اللعابدي هل مد لقد تجي ما مد والبسؤالات سويدة ثم نقول وحلمه إلهين للذين كوي أشركوا شريك يالين أين حقيقوا سقنادين شركاؤكم شركدين بل فير إله النفضيحين ورقفك وحفي عن منطق وحفهم مالين كاسلس كوي ماذا رب ليه كوي الشركة إلعها وقاد عابدوا شرتين أو إلا منطق وقباهي بدنتين منطق مالين لوغة باهي بدنيها بشرتين أين حقيقوا سقنادين شركاؤكم شركديني الذين شركاء كنتم على هاجرتين تزعمون إن تكون أن دعوتان أنهم شركاء لله إن إله الشرك اللي يهن عبادة اللي يهن أو إله وحيد سبحانه ثم لم تكن معي صنقهم فطنتهم هذا الكودي فطنتهم عبد الله بن عباس وحا لقوري حجدو دي فطنتهم عبد الله بن عباس وحا لقوري معذرة عدر دار كودي وهكذا تو اي مكله اي مرين وعبد الله بن عباس ولي لا غوري قيلهم هذا الكودي مركه قيلهم تسك قبسه وخي دنيدا سو غليده ثم لم تكن معي سنقن فتنتهم جوابتودي معناه هذا الكودي ما نقن الا ان قالوا ان يرهدي مان ابن جرير تاسو دورت او احمد داس قيلهم جوابتودي ما نقن يا هذا الكودي الا ان قالوا ان يرهدي ما هني والله الله ان كدارن الله صور ربنا خالقنا ما كنا معنا نحن مشركين كوي إلهي وحلو ذاك مركي أركان قف إله الشريك يلي إنو سنبت بادي إنه لوض أي إليه أن إنكرنا الشركي ما أنت أولا ما أنت أهل الشركي مركي سيساس كود عرامي عبد الله بن عباس مين ويدي ويهويد انت ويمين عبد الله بن عباس آيات دان وحي شيء إذا آقرا إليه إنكرا يا شركي آيات كلامة waxa ilaahay ku sheegay inaysan ilaahay waxba ka qari karin hal shay inaysan ilaahay ka qari karin sawma jeedid ayaa aayad kale Allah ku sheegay marka wuxuu yiri saysku waafaqayaan saysku waafaqayaan labadan aayado marka Abdullah ibn Abbas wuxuu ku yiri marka ay arkaan ahlu dalaalku inaysan jinn galeen illa dadkii tuka jiro muslimiinta ha maahane أيليهن كالي عن إنكرنا شركي مركاسة إلى هاي أفكا كدبولية مركا شركي إنكران ويرادا والله أنا ولقي شركي أفكا لقد دبولة مركاسة يقعموهكم مقاتي فريا مركاسة يلغوهكم مقاتي فريا ولا يكتمون الله حديثا وصاد إلهي وحبك ما قري كرام أيك يا شيء كفير قعموه دي هادلا لغوه هي هادلا شركه مكار كهدلا مركا لبا حالو كردن بيدوي ولا يكتمون الله حديثني أرنت كل ماني إلى وحير سبحانه انظر بل فير قف والبو نتيجة حماضة وكتن بين قفك إليه وشريك يلا بل كعب رقات انظر فير كيف صدا كذبوا أي بنت وغشاقين على أنفسهم في الكودي مشركين أهايين إلى غير كيس أي عبود الشرير وانكر يا بين الشيء نفتودي بينك الشيء محاب أن تكون كلفي وحي الرجين ين إلهي مرك الله هرتقى شركاء من وقفتان أرنتي سدي ونقوي وبدال الله من الله ما لم يكونوا يحتسبوا مرك إلهي الله هرتقى سدي ملينا ينمان سكر أصاب حري إن يسوي حبك جوي وحنك جرين ماشى عصي أجدين مركز ينكره إلى وحي سبحانه وضل وحى كلمي عنهم حقوده ما وحي كانوا يفترون قواد أبورت والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله هؤلاء الشفعاؤنا عند الله هذا الذي أين حيانا بين أبورك أحا كي وهير قلوه وحي أي عابدو ترين هل متنش وسو استقوى أنك إن عابدو ترين ما أنتنا أنك وحق بين هل مدو يروه لوه ملائكة وإنكر أنبياء وإنكر أولياء وإنكر مثل أولياء الشيطان العبد ما نقول عبد مجرم كل وإنكرين
marka wixii ay waayeen ay caabudu jireen hal mid umar qadka ay raadana ha waa jirtay aanu igu xirna bal waxaad ku fiiridaa quraankaas iyo qisas kaan hadda la duubayo la nashrinayo ku qoran kitaabkan tafiixul qadirka oo hadda soomaaliga lagu tarjumayo haddii taasu islaamnimo noqoto qof gaaloobay maba jireen mida ku hadda ku fasiray kitaabka tafiixul qadirka waa haya soo ma jeedid ulaya nina dhintay laakiin ninkaas waxa xatarada shacab qadir u tagi jiray marku dhinta labadii mal qabriga ugu yimaadeen mar rabbuka yaa rabbiku wahad caabudu jirto ku abuuray kaasuu shacab qadir markaasna waa man nabiyuka nabi yaa ku ah oo aad raacsanaan kaasuu shacab qadir markaasna waa man diinuka diin xaq ku ahayood ku cibaadaysan jirto kaasuu shacab qadir waxaa hayra nin gaalo majuus iyo dabka caabuda saasuu ahaa markaasay labadii malag waxay damceen burris inta la baxeen inay halkaas ku dhuftaan dhakada shicab qaadir oo haada inta yimid oo qabriga dhexdiisa ka soo baxay uu ka qaatay labadii garuun uu yidhi ninkan hadduusan alla oqoona rasuul oqoona diin oqoona anigu yaqaan anaana u aqaan intuu yaqaan ha maxaad ku maagaydaa ana u haye markaasay labadii malag ilaahay u dacwooday markaasi ilaahay ninaan ilaah oqoon on ku qoon adiga on rasuulka qoon on diinteeda qoon meeshan ku jire markan cadaaba magna shacab qaadir nooyin oo nooga qaatay burarki hata meeshan say u sawirayaan fiir war ma aqira asaas markaas wuxuu yiri wuxuu qoraa kitaab ilaahay wuxuu yiri qof aniga iyo qoon on rasuulka iyo qoon diin waa inaad cadaabtaan shacab qaadir laga yeeli ma taas markaas ay waxay soo galeen markay damceen inay cadaabaan wuri dhageystay wallaahi gow haddaad ku siidaa nuur yaro halkaas igu jiraan jannada iyo naarta ku dhufana meel wax lagu cadaa meel wax lagu jannaya la waayo markaasaa shacab qadib alla yiri war naga daay war ka daay iska daay ka warrama gaalnimo haddaan taasu noqon maxaa gaalnimo noqon tafriixul qaatir ku taal soomaaliyana lagu fasira welib dadka gobol waxay leeyihiin hadday carabi ama carabiga aysan fahmin wadaadaaba u soo baxay soomaali ku fasira ka warrama xasbuna allahu wa nicmal wakiil wallaahu sannaarka badbaadeen qofaan ilaahay oqoon oo nebi maxamed oqoon sala allahu calayi wasalam oo diin islaam aan oqoone oo dab iska caabudaya innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi bal banu aadanku meesha uu ka gaarayo been iyo kufri iyo dalaal bal fiiri waxaa nuucaasa iska da anigu ma aaminsani in xataa dad ahlulbidac u qoreen ma aaminsani ee waxaan isleeyahay kafaro shayaadiin ah niman gaala ho shayaadiin ha qoreen ama dumar gaala dad gaala ho mujrimiin ha qoreen soo ma jeedin ee ma waxaasaa muslim qori kara innaa lillaahi wa innaa hadda ka hor maran muxaadaro ka dhigoon saasaan idhi sideed wadaadaa muxaadaro qabteen oo yidhaahdeen annaga tusayna nuur in culumo uu leeyahay kitaabkan oo la difaaci karo ha annagaa leh kitaabka iyaga gaalaha ku sheegay inay leedahay waa wixii aan ka duwan oo nima akhyaartaan ma laha ay leeyihin waa leen bal ka tali aduu ka tali anuguna waaba kalaxshood inaan ku tilmaamo waxaan is yidhi qof muslima ma waxaa loo nisbay karaa ma loo nisbay karo gaalaa leh mujrimiinaa leh iska duwa markaasay sideed isku soo raaceen sideed kursiya loo dhigo ay yidhahda caawaan caddaynaynaa in kutubtu culumo leeda un difaaci karno aa allahu akbar war dhammaaday weya garabka saaro waxaad ka heshaad leedahay godkana la gal qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ومنهم مشركين تي ايو كميت اهاداي من قبل يستمع اليك كدغيسنا نبيك سوبانو او وجعلنا ان يلي على قلوبهم قلبيال كودا كركودا اكنا تنضبولو ان يفقهوه لالا يفقهوه سي ايسن فهمين قرانك وفي اذانهم دغهودنا وحان يلني او اله يري وقرا عليس مقل عليس قاراجري oo nabiga inta u yimaadaan sallallahu alayhi wasallam quraanka ka dhageysana laakiin quraanka fahmi maayeen gelin ma maxaa dhacay marka horeysa niyad fiican ku imaahayn meesha ogow haddaad qalbi xuma la timaado qayrku misan ku gelin waa imaanayaan ilaahay baa qalbiga ka xiray waxaa dhici karta inaad tiraahdo ilaahay muxuu uga xiray ilaa waa la cadaaba haddaysan xaqa raacine ilaahay wuxuu ogyahay qalbigooda waxa ku jira inaysan qayr doon ahayn ogi suuratul anfaal noogu imaanaysaa إلى سبحانه وتعالى
أصغو عديني سببت هنونك اللوغة حراي إن أي تحاي إلهي وينا إنو أغاد إني سقايك بي داد قير دوني إني سرحاي ساسا قلبي قود إلهي وحري سبحانه وتعالى وإناد أغادتو قلبي قاقا إلهي طالعنا حدو قلبي قاقا إلهي وينا كد طالع دو إناد وناك دون تحاي إلهي وكوفر حق مركا قلبي قاقا إلهي كد طالع دو إناد وحسك إلى الشيء دو مدر كلاد إلى الشيء وحقستو حقه عداد رحمه قنفلو الله قبول بفنا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم إليه حدو إلهي كو أغالها خير ضد وناك دون إليه وفهم سيلة ولو أسمعهم لتولوهم عرضون حتى قرآن كسيدو يهي الدين لو فهم سيو إلهي وفهم سيو وكتش يسلها إليه لي سانتو مركا قلبك اللو قنفلو وناك يسره لي قلبك يا قوائنات لتضرع دا إلهي نتضرع دا إن القرآن إلهي كفهم سيو أو طريقة إلهي تشعلي هي كلية أدفانت أبي أنت أصدام طابع لكن هذا الطريقة كلية مذهب كلية إسكائل عشاية أضلا هذا أنا قلت أقول مجر نور نوى إيدي خلاص إدنها إيدي مر قلبي قاقا قنفلك إن القدف تعديق صابوا أمركز إلى وحير سبحانه ومنهم مشركين تأيو كمد أهاضي من قبل يستمع إليك كل جيسان النبي صوبانه أو جعلنا أن يلي على قلوبهم قلبيان كذا كركذا أكينا تنضب الله أن يفقهوه لألا يفقهوه سيئسا القرآن كان بأفهمين به وفي آذانهم لقوه دروحا يلنو إلهي وقرا مقل عليس معناها مقل كأيسا هلينو وسماع قبول إن حق الله أقبله إيش دواقي شنقرت ومقليا إلى وقل سبحانه وكان فيري هل كان هذا المركة الوعد دينا وإن يروا هطاي أركان كل آية آية دمانتين معجزة دمانتين لا يؤمن بها كما يميا حيث أمرك ليس موسعي بني حق رعان إلى وقل سبحانه حتى إذا جاءوك مركة أي كوي مادام يجادلونك حالة أي كلد دينا أي كوي مادام يقول الذين كوي وحيلين كفروا قالوا إن هذا ما هذا قرآن كانوا معهن إلا أصادر الأولين أمضيهر القرآن فضي القرآن معهن وحكا لما ساسي وهم أيغو مشركين تو ينهون أي ينهون الناس ضدك ويكرغيبين عنه عن الإيمان بالقرآن إن قرآن كالخميه أو عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أما النبي إلا الخميه ضدك يكرغيبين وينهون أيغونا ويكفغانيين عنه عن الإيمان به إلا خميه أيغونا ويكفغاني حتى أيغو حتى يتكفغانيين ضدك كل حما يمرك ومجرمين مركا ومجرمين ضد كينا وباديين أيقنا وباديوبين لبداس بلا يسقو درصدين إلى وغير سبحانه وإن يهلكون هلاقي ميان إلا أنفسهم نفيالك وضمان إكل هلاقي ميان وما يشعرون من الدري ميان معايا لي ضدك ضد بضان مركا يحق عاييان ويحق ردين ايان ويباد الكحيسين ايان وحيقوها يستان إلي وحوين قبصدين أو قوليستين داد بضانا أهرا داد بضانا كراعا داد بضانا كوفي دنوبة وركود مركاس إسلين وقوليستين ما يواقع صارت محايا إلي قف كسته وبعض الأشيكتك وقراعا دم بيجي سميلو كبقرين عذاب سيادة هدنكو إليدا مركا نفتو دون بي هلاقيا دادك دادك بعض الكوية إلي أما أقرحين إيا وإن يهلكون هلاقي ميان ولهين إلا أنفسنا في يالكو دماهان وما يشعرون من الدريمية إن نفتو ذا هلاقية وحي مودان إنا إياه وإذكر أن نبعتكوها إياه الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.